في مسرحية الدبابير للإغريقي القديم أريستوفانيس شخصية كثيرة الشكوى. هذا الرجل تعود أن يرفع كل شكوى إلى القاضي، وذات يوم اختطف كلبه قطعة جبن من المطبخ، فرفع الشكوى إلى القاضي، وسيق الكلب إلى المحكمة متهما. المسرحية ساخرة تسخر من النظام القضائي الذي فتح أبوابه للشكائين المحترفين. المهم أن الشهود الذين استدعاهم الكلب المسكين كانوا عبارة عن أدوات المطبخ. هذه المسرحية عرضت على المسرح في كامبريدج بإنجلترا عام 1909، وكتب الموسيقى المرافقة لها الموسيقار الإنجليزي رالف فون ويليامز. نستمع الآن إلى القطعة المرافقة لدخول أدوات المطبخ إلى المحكمة.